من كام يوم كنت منزل بوست هنا على القناة ان انا خلاص رسميا وصلت للإف سي تشامبيون 2، وخلاص بقى يعني المفروض تكون حلقة النهاردة رحلتنا في الصعود من إف سي تشامبيون 2 لإف سي تشامبيون 1. ولكن عزيزي المشاهد، يعني الحلو ما بيكملش معانا هنا في القناة، وللأسف الشديد انا حاليا في إف سي تشامبيون 3. وطبعا بكل تأكيد ان انا انزل من إف سي تشامبيون 2 لإف سي تشامبيون 3 اكيد يعني مفيش غيرها وهي العرضيات. فانا بقى النهاردة يا جدعان جبت لكم واحد من افضل لعيبة في اللعبة في المركز بتاعه اللي هو ال دبليو، وكمان رخيص جدا يعني مش غالي خالص وممكن اي حد يجيبه، والعرضيات والتمريرات دي لعبته. فالنهارده انا قررت اخش عكن على السيرفر كله، فصلي على النبي واشترك في القناه انت مش مشترك وفعل الجرس خليها كله عشان يوصل لك كل الفيديوهات. ويلا بينا. طب يا جدعان، اللاعب بتاع النهارده وبتاع الفيديو ده زي ما انت شايف كده عنده السمات بتاعته، عنده من اهم السمات اللي عنده اللونج ثرو. اللونج ثرو ده يا جدعان يعني بيعمل تمريرات بص يعني بتكسر اي دفاع، وكويس قوي في التسديدات وكويس قوي في الركلات الحره. زي ما انت شايفين كده انا وصلته 10 في التدريب، انا جايب اعلى نسخه اللي هي البرتقانيه دي. عنده البيس بقى 107، وعنده الدريبلنج 97، وعنده الدفاع كويس قوي 106. انا خليت له كل نقط المهاره في البلانسد، وزي ما انتم شايفين كده اتفتح له مهاره جديده اسمها الفول باك. الفول باك دي يا معلم بتخليه حرفيا يعني باك متكامل، يعني انت لو عندك اصلا اي باك سواء بقى باك يمين او باك شمال اعمل له نقط المهاره في البلانسد. زي ما انت شايف كده بتخلي اللاعب خفيف قوي وسريع وبرده في نفس الوقت كويس في الدفاع. وطبعا يعني من ارقام اللاعب ده انتوا كده عرفتوا، وهو ما فيش غيره المعلم روبرتو كارلوس النسخه ال 88، وسعره في السوق حاليا لو انت عايز تشتريه 27 مليون كوينز، يعني قول يا معلم 30 مليون كوينز. طبعا في لاعب بالامكانيات دي انا شايف ان سعر يعني كويس جدا، وانا شايف بصراحه ان اللاعب بالمواصفات دي في المركز ده هينفعك قوي سواء بقى في الهجوم او في الدفاع، لان هو سريع جدا وبيعرف يباص وبيعرف يعمل عرضيات لو انت عايز تلعب عرضيات برده، وبرده في الدفاع كويس قوي. دي تشكيلتنا المتواضعه اللي احنا هنلعب بيها، بتيجي باوفر اول 93. يعني انا خلاص يعني قررت رسميا ان انا العب بالتشكيله دي 4-3-3، ولكن الهجوميه كنت بلعب في اخر فيديو تقريبا 4-1-2-1-2، مش عارف ايه التشكيله اللي كلها اتنينات، تشكيله غريبه ولكن كنت بلعب بيها. هي كانت تشكيله كويسه قوي بصراحه، ويعني في ناس متصنفه على السيرفر وبتلعب بالتشكيله دي، ولكن انا يعني لما بلعب بتشكيله معينه وبخسر كتير انا مش عارف بتقفل منها ليه، وبحاول ادور على تشكيله ثانيه ولحد بقى يعني ما اتاقلم معاهم كده. فانا بقى يعني ربنا يسترها بقى وما غيرش التشكيله دي ونثبت عليه. زي ما انتم شايفين كده للاسف الشديد انا نزلت لاف سي تشامبيون 3 وحاليا معاه 1,050,000 كاس تصدقنا على العالم 20,000. انا البوست اللي انا كنت منزله هتلاقوه على القناه، يعني دوروا كده هتلاقوا البوست على القناه. كنت منزل التشكيله بتاعتي اللي هي 4-1 مش عارف 2-3-4 دي اللي هي التشكيله الغريبه اللي لسه قايلها من شويه دي، وكنت منزل صعودي للاف سي تشامبيون 2، وكنت منزل كمان تصنيفي. كنا احنا حاليا 2000 على العالم يا جدعان، دلوقتي احنا 20,000 يا جدعان، ومش عارف بصراحه يعني لسه اهو 5 ايام على الموسم الثاني اللي هو موسم السادس بقى المفروض، فمش عارف بقى هل ممكن نلحق نوصل لفس تشامبيون 2 عشان ناخد جوائز كويسه في الموسم الجاي ولا ايه. انا ما اعتقدش بصراحه بالوضع ده، انا ما اعتقدش. ولكن بصراحه يا جدعان كميه ماتشات خسرتها ورا بعض، حرفيا اكتر من 10 ماتشات خسرتهم ورا بعض. والمشكله بقى ايه، ان انا بكون مثلا يعني ايه ماتش يخلص 4-3-2-1، ماتشات يعني خلاص قريبين من المكسب، ولكن يا جدعان العرضيات اقسم بالله ما فيش ماتش غير يعني اقل حاجه عرضيتين خلاص خلصوا الماتش. فنخش بقى دلوقتي على اول ماتش في التصنيف وربنا يسترها معانا. 4-2-4 والمعلم راشفورد والمعلم جارزينو، ف يعني انتوا عارفين ان 4-2-4 دي معايا على طول بتكون بتلعب عرضيات، فربنا يستر. مين اللي جاي طيب؟ مين اللي جاي؟ يا معلم روبرتو كارلوس انا عايزك يا اسطى يعني في الدفاع الماتش ده، معلش مش عايزين منك هجوم قد كده، يعني عايزين بس في الدفاع اهم حاجه، لان الواد ده يعني بصراحه شكله خبيث. رونالدينو تعال كده، ماشي. ماركينوس، لوسيو، روبرتو كارلوس. طبعا احنا يعني بجد احنا مش اكيد مش هنلعب عرضيات، ولكن انا كنت محتاج واحد في الباك الشمال، لاعب في الباك الشمال، وانا ما لقيتش يعني بالنسبه للكوينز اللي معايا، وبرده بالنسبه للامكانيات دي انا يعني ما لقيتش لاعب انسب من المعلم روبرتو كارلوس، فعشان كده جبته. لكن عرضيات يا جدعان، وعرضيات ماشي عادي ممكن العب عرضيات، ولكن انا مش ده مش لعب اللي هو ايه كل شويه عرضيات وكده. انت يعني عامه يعني ممكن تفضل طول الماتش تدافع وتروح بعرضيه تقوم عاملها، ممكن تضيع منك خلاص الكره، يعني انت كده ضيعت من وقتك 5 دقايق على الفاضي. ايوه ايوه لا لا، حلو قوي حلو قوي، اطلع اطلع اطلع. تعال نيجي هنا، ماشي ماشي، بس احنا ايه يعني براحتنا خالص كده، عشان ايه انا حاسس ان الكره لو اتقطعت مرتده على طول. ارجع تاني
ماشي جوتا، ماشي يا اسطى. طب ما انا اهو لعبها هو والله جيرارد، رونالدينو. ماشي رونالدينيو. انا حتى عايز اعمل باور شوت بس الواد مقفل عليا برضه. ماشي ماشي، مين تاني يا اسطى؟ لسه هلعبها والله. ماشي رونالدينو يا اسطى، ما جيتش. كنت عايز اغير ملعب هناك عند المعلم جوتا ولكن ما جيتش. شوف لسه بتكلم في المرتدة يا معلم، على طول في المرتدة على طول. يا سلام يا سلام يا سلام، لو الواد كيزا يجيبها، لو الواد كيزا يجيبها. بعدين طلع على طول يا عم، طلع على طول يا اسطى. بالله عليك بالله عليك يا اسطى، بس خلاص يعني. قال بقى ممكن نلحق، بس الحكم يحسب بس دقيقتين ولا حاجه يا جدعان. ده صف ده ملحقش اصلا، ملحقش. 4 2 4 امبابي والظاهره وما شاء الله وزيكو بقى، وبص ناس جميله جدا في التشكيله معاه. ولكن يعني انا اتمنى بصراحه ان انت يكون لعبك كويس والله يا عم، ارفع لك القبعه كده واحييك والله. لكن شغل بقى العرضيات اللي احنا زهقنا منه ده عشان خاطر بقى يا اسطى، احنا كان بينا يا اسطى عش وملح، ف اوعى تنساني يا اسطى، اوعى تنساني. طلع طلع يا اسطى، انت خدت الكوره يا عم، خدها والله. حلوه حلوه سون يا اسطى، يا اسطى جسمه مش معدول بس يا ابن اللعيب يا اسطى. لسه ارماله والله، الحكم صفى. سون سون هيونج مين، سون هيونج مين، سون هيونج مين يا اسطى، هات بالله عليك بقى، بالله عليك يا عم، كانت هتبقى حلوه والله. يا سلام على اللعبه بتاعت سون، يعني ما شفتش بصراحه يعني حنيه. واد حنيه يا جدعان، واد حنيه يا جدعان، واد حنيه، ترد على بهدف. ماشي احنا هنخسر الماتش ده يعني خلاص. زهقت يا اسطى، زهقت والله، اللعيبه بطيئه جدا، بطيئه جدا يا ابن الله. حلو حلو حلو، واخدها على طول، ما استناش، يا دوب لعبها على طول. يلا 4 2، يعتبر 4 2 4، ولكن بيلعب ما بيلعبش بونجات، بيلعبهم صناع العاب، بيلعب بتشيرتون وما خدتش بالي مش عارف بمين تاني كده، ولكن التشكيله دي برضو كويسه. هي بقى هي. ماشي ماشي يا عم جيرارد، ماشي يا اسطى. يا ابني اللعبه الثانيه يا ابني والله، مش ده يا ابني. طب انت خدتها برضو رونالدو، توقعناها وخدناها، تقوم قطعها له ثاني. انا متوقعها والله، اهو متوقعها اهو. ماشي ماشي، قفل على حلو، اوعى اوعى. ماشي حلوه تشيك انت يا حزنياني. نشوف، انا فتحت له الدنيا ورحت اضغط على اللاعب الثاني، الدنيا بقت قدامه سداح مداح وكل شيء مباح، والهدف الاول كده يعني، ده اقل واجب يعني. حلوه، مش اوف سايد دي. يا ابني يا ابني، بس شفت شفته روبرتو كارلوس لعبها ازاي. ماشي يا صلاة النبي على اللعب يا جدعان والله، اطلع بقى. هي بقى يا عم بقى يا معلم جوتا بقى، هي بقى يا اسطى. من ساعتها فينك، من ساعتها يا اسطى كده يعتبر التعادل الثاني في الماتش ده، وخساره واحده، وما شاء الله ما فيش اي فوز خالص لحد دلوقتي. 4 3 3، ولكن اللي هي اللي يعتبر الدفاعيه، جورزينو المعلم بيليه. ماشي تشكيله كويسه. عايزين بقى نفتتح التسجيل بقى يا جدعان، احنا من ساعتها يعني ما شاء الله ما فيش اي حاجه خالص يعني. روح بقى كده يا معلم جوتا، اطلع يا اسطى، اطلع يا اسطى، خد دي، تعال بقى هنا تاني. هي حلوه حلوه قوي يا جدعان الجمله دي. ماشي هتيجي كده، هجيلك كده والله، هتيجي كده هجيلك كده، بس بس خلاص 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 يا عم يا اسطى. بس راح فين؟ عشان خاطر، بس عشان خاطر. يا لهوي حلوه، طلع يا عم طلع، اطلع لي يا عم، اطلع لي يا عم،
اطلع لي يا عم. يا ابن اللعيبه جوتا، يا ابن اللعيبه يا جدعان، رجله تتلف في حريق. يا لهوي، فاول فاول يا جدعان، فاولات هنا بترش على طول. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، حتى مفيش لاعب احطه ما جنب الحارس. شوف شوف الحارس واقف فين، سايب ما شاء الله فدان جنبه، اكيد يعني الكره تخش جوه. نتيجه 2-0 ده يا جدعان نتيجه خادعه. خادعه ليه بقى؟ لان الخصم لو جاب فيك هدف هيبقى كده هدف، ممكن بقى يتعادل معاك او يكسبك كمان في اي لحظه، فنتيجه خادعه يعني. ايوه والله عارف، والله عارف، والله عارف. يا لهوي يا جدعان على بطر تشيك ده، ولا اسمه ايه ده يا عم انت؟ مين اللي واقف في جون ده؟ هريدي يا جدعان، هريدي. انا لسه بتكلم اصلا، لسه بتكلم وقلت لكم نتيجه خادعه وهنتعادل ونخسر، هوب الهدف التاني على طول. لا ماشي، بنقطع الكوره مش عارفين نطلع بالكوره. قد يا عم بقى يا اسطى، بقى بالله عليك. لا يا حكم، يا حكم، يا رخم يا رخم، اقسم بالله دقيقه واحده بعد دقيقه. استغفر الله العظيم يا جدعان، حوار الوقت ده يا جدعان في اللعبه اقسم بالله حوار مقرف قوي، حوار مقرف قوي. يعني الماتش اصلا ما جيبش على بعضه دقيقتين، والحكم بيحسب لك في الاخر يعني دقيقه، وبيكون قال له خد يا عم ده، خد خد يا عم، وقرفان كده. ولو انت رايح اصلا انفراد وخلاص، يعني انت مثلا حاصل لك يا عم دقيقه ورايح انفراد وخلاص، هتجيب جول يقوم مصفر يعني. طب ما تستنى يا عم الهجمه تخلص. طيب ده يكون اخر ماتش في الفيديو بتاع النهارده، ويا رب ده يكون ختامه مسك زي كل مره، يعني احنا دايما بنكسب اخر ماتش. فهنا بقى تشكيل الخصم الاسطوريه، اسطوريه يا جدعان، 4-3-3، تشارلتون، جيرزينو، وبيرلو، معظم اللعيبه اللي معاه مجانيه ومقايضات، فالواد ده يعني لا صارف ولا مكلف زينا يعني، يعني زينا زي بعض. كون ما شفناهوش يا جدعان الماتش اللي فات غير في الهدف الاول، يعني جاب الهدف الاول وخلاص، ما عدناش شفنا وشه تاني. كنت لسه هلف، كنت لسه قاعد الجسم على طول في البعيد، ولكن الدفاع يا جدعان، الدفاع. وقع فينيسيوس، وقع فينيسيوس، هو عايز خلاص يا اسطى، فاول فاول يعني، هو يا اما يعدي يا اما لو ما عداش اخد فاول. ماشي، والله عارف، والله عارف، بس حلو حلو، حلوه بقى يا عم، بقى يا عم حلوه. ده لوسيو كمان ودبل كيك ما شاء الله يا اسطى، احنا اولاد بلد يا اسطى، روبرتو كارلوس يا اسطى، كارلوس والله، والله انت كارلوس خالص. حلو يا اسطى، حلو حلو اللعبه دي والله. قاعدين من ساعتها نسنتر ونشطح لقدام، سنتر ويشطح على طول لقدام، وما نلاقيش لعيب، نقعد نشتكي فين اللعيبه يا اسطى، فين اللعيب، فين اللعيب، طيب فين اللعيبه يا اسطى، جت بال على طول سن. ما عدلهاش، ما خدهاش على على يمين. طلع بقى رونالدين، طلع رونالدين. روبرتو كارلوس حلوه، صيد صيد يعني، في صيد. استعجلت انت ساكت من ساعتها يعني، ومش عايز تتكلم يعني ولا مش فاهم. ماشي سن بقى، حلوه حلوه يا اسطى على الطاير، حلوه. صفر يا اسطى، صفر صفر يا اسطى. الماتش الاخير ده يا جدعان نزلنا نزله سودا، كام؟ 11500 كاس، بقينا كام؟ بقينا 1,032,000 كاس. فبس يا جدعان ده كان فيديو النهارده، لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تخبط اللايك الجميل. نصيحه بقى مني يا جدعان قبل ما اقفل الفيديو، لو انت بتلعب ولقيت نفسك يعني ايه، انت مثلا خسرت اول ماتش، خسرت تاني ماتش، خسرت تالت ماتش، اقفل اللعبه وما عادش العب تاني. يعني انت لما تخسر انت يعني تركيزك بيقل خالص، وبتتوتر وبتشتت، مش مركز، مش عارف تعمل ايه، وبتلعب يعني بتسنتر، وتبدا زي ما انا كنت بعمل كده دلوقتي، تطلع قدام على طول، عايز تكسب على طول باي طريقه. فنصيحه مني لو انت بتلعب بقى، سواء بقى يعني افس موبايل، اي لعبه بتلعبها، انا بقول لك اهو، لو لقيت نفسك بتخسر كده كتير اقفل وما تلعبش اللعبه دلوقتي، حاول تهدى كده مع نفسك وبعد كده تلعب تاني. ده هياثر على نفسيتك قوي وهتبقى عصبي جدا، ولو حد اصلا جه كلمك في اللحظه اللي انت فيها دي، انت مش بقيت تقوم تمسكه تضربه. فيعني احنا يا جدعان دي مجرد لعبه، مش عايزين يعني اللي
الموضوع يعني زاد عن حده. فلو لقيت بقى الموضوع بدأ يعني ايه يأثر على نفسيتك وتتضايق وكده، انا بقول لك اقفل وارتاح كده وما تزودش اللعب عن كده لحد ما تهدى وبلعب براحتك تاني. فبس كده يا جدعان، ده كان فيديو النهارده، رب تكونوا استمتعتم واشوفكم الفيديو الجاي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس.